يواصل معبر رفح الدولي فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. هذا وشهد المعبر اليوم دخول أول شاحنة محملة ب 25,000 لتر من الوقود تدخل إلى القطاع منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر الماضي. وكان المعبر قد شهد أمس دخول قافلة إغاثية تضم 150 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية. كما شهد المعبر خروج 400 من رعايا الدول فضلا عن استقبال 4 حالات من المصابين الفلسطينيين.